Bir yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. جبت لك كاسة زهورات. عذبتك؟ معلش، أنت مو تمشيت معي؟ عم رد لك الجميل. طيبة ريحتها؟ عجبك؟ إيه كتير. هي خزامة. عن جد ما كنت بعرف إنه طيب هيك. جدي محمد كان يحبها كتير. كان كل ما يتضايق أعمل له كاسة لأنها بتعدل المزاج. كنت بعرف إنه كان يتضايق من كتر ما يشتاق للخالة نفيسة. أوه، كانت قصة حبهم كلها عذاب. صعب الموضوع، كل هالسنين وهو زعلان عفراقه. هو مو بس كان بعيد عنا، لك جدي محمد ما كان عايش حياته. يعني مع أنه تعذب كتير ما قال خليني انساها وأخلص من وجع الفراق. طبعاً الواحد لما بيحب بيضل يشتاق لحبيبه وقت يبعد عنه. أنا عطول بدعي أنه يجمع الأحباب مع بعضهم. أنت مو سهلة بالمرة، لك بلشتي بالخزامة وقفلتيها بالحب الأعمى. برافو، لك والله برافو عليها، لك بنتك قدرية، وهي رح تفتح محل. والله ماني متأمل، بس إن شاء الله رح تثبت بشغل وتنجح. هي عملت هاي الشغلة لأنها غيراني من سلفتها. بس دفنا معها لا تخاف، إن شاء الله بكرة ببيضوها. والله ما بعرف شو راح يصير، بس البنت عندها امتحانات، أصلاً أفكارها مخربطة. يعني بتختاري الأكل ولا بتختاري الموسيقى ما مبين. خليها تعمل اللي بدها إياه، نحن ما دخلنا، بس على حسب ما شفت هي عندها رغبة كبيرة بالطبخ. إي صحيح، أنا حابب لها الطبخ كمان. يعني إذا هي إجت لهون لتعمل أكل بهذا المحل بجوز تفكر تعمل شيء جديد وتنجح. ايه بس يا ابو خليل، هي بتضل حياتها وما فيني اتدخل فيها. ايه انا ما عم قلك اجبرها على الجايه لهون، وحتى عمر اذا ضل مشوش هيك رح خليه يجي لهون وشغله بالمحل. وتخيل المكان من جهه دفنا وعمر، ومن الجهه الثانيه محمود وقدريه، وبصير تجتمع كل العيله هون المساء. والله شغله حلوه. خليل وملك بيديروا الورشه مو هيك؟ ما بعرف اذا بصير هالشيء، بس قبل يومين كانوا عيونهم عم يضحكوا. بعدها يا ربي، والله كل ما اتذكر بنزعج وبينتزع مرايي. ليك ان شاء الله مرقت كل الايام السودا، ولهيك روق واطمن رب العالمين ما راح يتركنا، وان شاء الله بتشفى بنتنا ملك. بس مو لقيته متبرع؟ والله لقينا مزبوط، ان شاء الله تؤمننا بالسلامه يا اخي. تعرف عم قول لحالي منحط هالبلاطة من هون لهون قدام الواجهة، ومنحط البراد بالمكان يلي أنا واقف فيه، بس هيك رح يضيق المحل. اتركنا من هي أخي، شو رأيك نعمله مثل هداك المحل وخلصنا؟ مو أحسن؟ بس أخي، أنت قلت له لأبي إنه رح نعمل هيك قبل ما نبلش؟ بالأول خلينا نخلص شغل وبعدها منجيب أبي ومنسأله على رأيه بالشغل تبعنا. أنت لا تأكل هم، أكيد ما رح يحكي شي، بالعكس رح يعجبه. طيب وإذا ما عجبه؟ يا الله دخيلك، اسمع على هالحكي، ما تتفائل بالخير شباب. لك انت ليش ما بتوثق بكلامي؟ ما عم بفهم. قلت لك انه عندي صلاحيه بالمحل، صار الظهر وقدريه ما اجت لهون. لو بدها تيجي كنت هلا شفتها هون عم تنادي. محمود جبت لك الخضره والاكل معي. طيب اخي. والله متت من كتر اللف والدوران. قديش صعب انه تمشي بوراق فتح محل لو تعرفي لوين رحنا ولوين فتنا ولوين طلعنا، عن جد كتير صعبه. ليش سهل تكون المرة صاحبة شغل قدرية؟ ايه بس انا كمان ما راح اعمل بتوم وبتعب، قصدي بما اني ما راح اعمل استصعبت الموضوع هاد مو اكتر من هيك. حاسه ريقي نشفان والله، لك حدا يعطيني كاسة مي كرمال الله. قدرية اذا بدك تبلشي تشتكي من هلا، برايي لا تبلشي بهي الشغلة وانسي قصة المحل. تفضلي. يسلموا يا روحي. صحة وهنا. خليني افتح هالمحل والباقي سهل، لاني مجهزه كل شيء براسي ومنظمه امور كل شغل المحل. انا شو قلت؟ دفنا بالمطبخ،
والسوق على أوزكا، بس لازم جيب شي حدا يوقف مع دفنا مشان يمشي الطلبات. توهوب بينطلق المحل صح؟ وانتي شو رح تعملي وقتها؟ بدير بالي عليهم. حبيبتي الإدارة أصعب من كل هالأمور، وأنا بعرف هاد الشي من جوزي طبعاً. والله مزبوط، وبتعرفي رح تديرن منيح لأنه بتلبق لك الإدارة. أكيد رح تقدر تديرن، قدرية أنت عندك شخصية قيادية ما بينخاف عليكي. عن جد إذا بنترك على راحتي بدير العيلة والمحل يعني سهلة. آه صحيح قدرية، دقيقة. هاي هديتي، هدول أوراق قبول بالدورة يلي رح تبلشي فيها. عن جد يا سلام. إيه مو قلتلك في عنا بالجامعة قسم خاص بالطبخ؟ كتير حلو، شكراً كتير، عن جد أنتي بتاخدي العقل. وبالمناسبة قدرت أعرفلك مواعيد الدروس وسجلتلك ياهن كمان، والأسبوع الجاي لازم تبدي دوام. ليكي قدرية، مو بكرة تقولي تعبت وما بدي الدورة ماشي؟ لا مستحيل، قول بإذن الله ما بترك، رح ضبط كل أموري. إيه بس يا بنات، والله ما بعرف إذا هنن بيدربوني ولا أنا يلي رح دربهم، بس منيح. ما بعرف شو أحكي غير إنه أشكركم من كل قلبي. بيقولوا إنه المرأة هي عدوة المرأة، بس أنتوا كنتوا إخواتي. هلأ يمكن كنت بقدر أعمل هيك لحالي، بس أكيد ما رح تكون بهالسهولة. جد يا بنات الله يرضى عليكم ويوفقكم، والله ما رح أنسى وقفتكم معي عن جد. لا عادي، اليوم نحن ساعدناكي وبكرة أنتي بتساعدينا إذا احتجناكي بشي. إيه طبعا. إيه هاي قوة النسوان. أنا هلأ صار عندي فضول أعرف شو رح يعمل محمود قدام قوة المرأة. بقى هلأ رح روح لعنده وقل له خود شوف هاي الرخصة تبعي من غرفة التجارة، رح قل له خود وشوف شو قدرت أعمل، ورح قل له خود شوف هاد برنامج الدورة تبعي، وبعدها رح حطهم قدامه وقل له تفضل. إيه خليه يعرف المرأة شو بتساوي. أنا وراكي حلال عليكي. برافو قدرية، هيك المفروض. وبتعرف إنك حكيت لي قصة الفرات ودجلة لما جينا لهون؟ إيه وقلت لك صعب إنه يجتمعوا مع بعض. حفظت اللي كاتبتيه أنت بالدفتر. وبتعرف إنهم بالنهاية التقوا هي؟ إيه يعني متذكر هالقصة مثل الخيال. يعني لساتك متذكر شي؟ طبعاً، وحتى شلون خفتي لما صرت هز الجسر فيكي تصوري؟ عن جد عم تحكي؟ لا بس أنت كاتبة كل شي بالتفصيل، ولما بقراهن بحس بعرف هالأحداث وبعيشه. أوف منك عمار، يعني هلأ أنت ما رح تقلي شو متذكر؟ ما مستحيل خبرك. أول شي بدك تتعبي كتير معي وتحكي لي وأسألك شو هاد وليش هاد ونقفق راسك لحتى تملي مني. ما رح مل منك. دفنا، نحن قلنا ذكريات كتيرة مع بعض، كنا نزعل وننبسط، وبس أنت اللي بتعرفيهم، ولهيك أنا بحس عم أمشي بطريق جديد وأستمتع فيه من أول وجديد. فهمتي علي؟ وهالطريق حلو كتير ورح نكمله لآخره؟ ايه رح نكمله. ليكي انتي جنبي، رجعنا مع بعض. لما رجعت ما كنت بدي شوفك، كنت هربان من الكل. احساسي بالخوف والفراغ اللي وقعت فيه وعدم الثقة مزعجين كتير، بس هلأ هاد الاحساس بلش يختفي بفضلك. أول شي أنت علمتني أتغلب على مخاوفي، هلأ أنا عم قلك أوعى تخاف وأنا معك، وبدنا نتخطى هالشي سوا ورح نطلع من هالفراغ مع بعضنا. أكيد بقي شوي لتتذكر، صدقني. مرحبا أخي كنان، كيفك؟ طمني، أنت منيح؟ الحمد لله. لك وين كنت لهالوقت هاد؟ الصبح تأخرت كمان، ومبارح قلت لك ما فيك تروح وتيجي على كيفك؟ أنت شغلتك تدور وين في مزادات تشتري البضاعة وتأخذها تنظفها بورشة النحاس، وإذا ما أخذت البضاعة على الورشة أنت تتحمل المسؤولية. نحن بدنا نشتغل سيد الباي، خلص زمن الشغل ببلاش. بس أنا مو قاعد بالمحل على الفاضي، يعني هالكلام ما له لزوم. طيب قل لي شو عملت لهلأ؟
هاد عمل خير رح أكسب ثواب فيه ورح تشوف بعينك. قول والله جد؟ ليش؟ أنت بتعرف الخير كسب الثواب قلباي؟ أنت ما بتعرف غير كيف تأذي العالم وتزعجهم من وراء تصرفاتك وحركاتك بس. أنا قلت يلي عندي بدي الرجال يشتغل بالمحل، رح يكون في إلك وقت محدد تجي فيه الصبح، وقت فيه تطلع المساء. نعم فوندا. حبيبي قال سعيد علي بده علبة ألوان تلوين وحليب الكاكاو. طيب إيه بس بتعرف أنا شو اشتهيت من شوي كريم كراميل. طيب ماشي، أنت بعتي لي ياهن برسالة حتى أجيبهم معي. خلي عينك على قلباي وضل ملاحه، من اليوم ورايح بدك تكون منتبه عليه أكتر من هيك يا إدريس. طيب معلم. ألو، السلام عليكم يا معلم، يعطيك العافية. من يومين حكينا معك وقلنا لك إنه بدنا نكبر المحل. إيه يلي بالسوق لسه بدنا ندهنه ونزبط له الديكور، عم خبرك مشان تجي إذا فاضي لنقعد ونحكي بهذا الموضوع مع بعض. ماشي، طيب يلا، أهلين فيك معلم، الله معك. أهلين مرت أخي. أهلين قدرية. محمود، يا الله منك، بتعرف إنك أحلى زوج بالدنيا كلها وأروع أب وأحن حدا؟ والله العظيم ما في منك أنت. الله يخلي لي اياك يا قدريه، بس ماني فهمان ليش شو عملت تضحكيني هيك. مو عارفان يعني ما صحيت بمرتك الحلوه، ما اول شيء عصبت علي وعارضتني، وبعدين اجيت مشان تجهز لي المحل. ليك شو نظيف عن جد، طالع واسع وحلو والله. يسلم ايديك يا قلبي. مو هيك قدريه، نحن ما عم نجهزه مشانك، انا ومدحت رح نكبر الشغل ولهيك عم نجهزه. انا ما عاد بدي مدحت يبيع على العربايه مشان يساعدني بالشغل. عن جد؟ ايه، نحن قررنا انه نوقف مع بعض، يعني رح نشتغل سوا مثل قبل. تشتغلوا سوا قلتلي؟ ايه قدرية، شبك واقفة وعم تسأليني وانت متفاجئة هيك؟ انا من الصبح عم بركض بهالولاد وعم طلع هدول الوراق الفاضي هيك؟ اه؟ فهمني انتو كيف بتاخدوا مني المحل اللي اعطاني يا عمي؟ مين سمحلكم؟ لك يعني ما لقيتوا غير المحل تبعي؟ مدحت عن جد يا عيب الشو، انت ما قلت انك رح ترجع على العرباية؟ هلا صار بدكم توسعوا المحل لاني بدي اخده، ما عرفتوا قيمه المحل غير لما قلت بدي اخده، ما الله يسامحكم. لك بصير تشتغلوا من ورا ظهري هيك؟ اه مرت اخي، هذا اخي قال انه ايه صحيح قلت يا مدحت، اصلا انا ومرتي عايشين بنفس الغرفه بالبيت، ومشان هيك ما بدي نشتغل مع بعض، وخليها تروح وتقعد ببيتها وترتاح مشان تربي هالتوم. وقلت لك هذا الحكي بس ما سمعتي كلامي وضليتي على عنادك ورحتي لحالك وعملتي هالاوراق وبدون ما تخبريني بشي. مو مشكله. شو هالعملة أخي؟ هلأ بتزعل مني؟ أنت طنش ولا تتدخل، أنا بعرف حلها مع قدرية. بس أنت اللي حطيتني بهذا الموقف. طيب ماما ماشي، لا تشغلي بالك، أنت شوفي الدكتور وبعدين منحكي. طيب يا عمري الله معك. كيفة؟ بخير، كان صوتها منيح اليوم. ألف حمد وشكر. منيح، والله فرحتيني. منيح اجينا وقعدنا، ما مبسوط كتير. ايه وانا مبسوطة. بالمناسبة السمك هون كتير طيب، والله عجبني طعمته روعة. جينا لهون قبل واكلنا هالطبق. انا اليوم عم حب من جدي. مين يا ترى؟ بنت ما بعرفها. عن جد لابقين لبعض كتير. عفوا تعا إذا بتريد فورا. على عين. Thank you.
طيران. نهدت أحلامي اللي حلمتها وانتهى كل شيء وراح مني هيك. قعدي شوي، شو الموضوع؟ شوفي، انتهى كل شيء، يعني كل تعبي راح على الفاضي وبدون مقابل حتى. لك شو صار معك؟ اهدي خليني افهم منك. ليكي بتعرفي انا ما بحب خبي شيء بقلبي وبحكي مشان ريح قلبي. لا تزعلي ولا تتضايقي مني. بصراحة انا بالبداية ما حبيتك، بس بعدين عرفت انك انسانة منيحة وكويسة. انت اليوم تركتي شغلك لتساعديني بهالموضوع، وركضتي مشاني ومسكتي ايدي وتعبتي معي وعلمتيني شو لازم اعمل. ايه طبعا بدي ساعدك. شو في هالشغلة؟ لك شو هالحكي؟ كان فيكي ما تعملي هيك، خاصة انك غريبة عنا، يعني مو من العيلة. كان فيكي تطنشي، بس لا، انت عملتي وركضتي. لك حتى هي رفيقتك بانو طلعت منيحة كتير، يعني انتو التنتين ساعدتوني بهذا الموضوع. ايه بس زوجي شو عمل؟ حتى مدحتي اللي اعتبرته مثل اخي شو عمل؟ الاثنين اتفقوا مع بعضهم علي وغدروني وطعنوني بظهري. بس لحظة، مين؟ اشرحي لي القصة بالتفصيل لأني ما فهمت شي من الموضوع. هاد محمود ومدحت اتفقوا علي وقرروا يكبروا الشغل تبعهم، لهيك عم يحاولوا ياخذوا المحل اللي أعطاني يا عمي من بين إيدي. راحت كل أحلامي هيك، معقول هالحكي هاد؟ أحلامي وتعبي ضلوا على الورق وما رح يتحققوا. بس يا قدرية، مدحت كان رح يشتغل على العرباية، مو ناوي يضل بالمحل، شو صار هلا؟ انا ما فهمت. لا، هدول الاثنين بيقولوا لنا شيء وبيعملوا شيء غير يلي قالوا لنا اياه. يعني انا يلي ما فهمته، كل هالسنين كانوا بهداك المحل، ليش طلعت هلا قصه انه بدهم يكبروا الشغل هيئه؟ ما عم بفهمهم ابدا. طيب حبيبتي، انت اهدي شوي رح نفهم شو الموضوع. انا في براسي اشارات استفهام وكل جيتي لهون مشان افهم. هلا مشان اعمل عمليه النقل لازم نام هون 5 ايام؟ فينا نلغي الخمسة ونعمل يومين؟ يا أما اجي بيوم عملية النقل وتاني يوم اطلع، ما بيصير؟ يا أستاذ مو هيك القصة، أنت فهمان غلط. في مرحلة تجهيز للعملية، ولهيك لازم يتابعوك كل يوم، يعني في إجراءات لازم تتبعون. اي تمام، بس ما في داعي نام هون منشان شوية تحاليل. أنا ايمت ما بدكم بيجي وبعملهم كلهم، وعطوني نظام الأكل، أنا بنتبه على أكلي وشربي. شوفي أنا مرتي حامل، لازم كون جنبها وفي عندي التزامات، ما فيني أترك المحل. إيه مفهوم هذا الشيء، بس التبرع هو شغل التطوع يا أستاذ، يعني إذا ما بدك وظروفك ما بتناسب ما حدا بيقدر إنه يجبرك، يعني فيك تتراجع. لا لا لا، ما بدي أتراجع، ما بدي. فهمت. طيب مثل ما بدك، وهلأ بعد إذنك في عندي شغل. حبيبي كرم، أنا منيحة كتير، بس كمان أنت لا تأكل هم ابنه، بعدين الكل هون عم يهتموا فيني. بس أنا مشغول بالي عليك يا روحي، قعدتك بالمشفى مضايقتني كتير. لا تتضايق ولا تزعل يا روحي، يعني شو نعمل؟ اسمع، عن قريب رح يعملوا العملية ورح أجي على البيت ونجتمع سوا هنيك. بس أنتو ما عم تخبوا عني شي مو هيك ابني؟ يعني صوتك مو عاجبني اليوم. معقول؟ لا كلنا منح، لا تاكلي يا حبيبتي. شو يعني ممنوع؟ مين اللي قال هذا الحكي؟ روح هلا ابني، انا بحاكيك بعدين. بوس لي اخواتك وسلم لي عليهم وعلى الكل وعلى جدك وعمتي. ماشي حبيبي، يلا سكر لشوف. يعني معقول ما اشوف ام ولادي؟ لك شو هالسخافه؟ فهميني استاذ، ما بيصير حدا يفوت لعند مريض عنده عمليه نقل، هيك القوانين. ليش ما بدك تفهم الموضوع؟ كل هالشي مشان صحه وسلامه المريضه. انا كنت مفكر انه بس انا ممنوع شوفها، ما حدا بيقدر يفوت، مزبوط؟ اكيد. طيب ما فيني حاكيها من ورا الباب؟ يعني بسألها إذا لازم أي شيء وبتطمن، هيك بيتحسن مزاجها وبترتاح شوي، ما هيك؟ ماشي موافقة. إيه بس ما بدي إياك تتعب المريضة ولا رح تقرب منها كتير، اتفقنا؟ أي اتفقنا. طيب خد هاي الكمامة. تفضل. فوت. معفاية ملاك. الله يعافيك قلباي. شوفي ليش كنت عم تتخانق وصوتك عالي برا؟ لا ما في شي، فهمت كلام الممرضة غلط، بس هي شرحت لي ليش ممنوع الزيارة لعندك ومشي الحال. أنا ما كنت بعرف بوضعك، عليك العافية، زعلت كتير. يا ريت لو كان عندي علم من قبل كنت عملت اللازم. تسلم، بس على كل حال أنا عم بتعالج منه. لا تحطي أي شي ببالك، رح تطيبي، لا تزعلي ماشي، ولا تشيلي هم الولاد.
أنا عم أنتبه عليهم واحد واحد. أخت الصغير لعندي. قررنا أنا وأبوك هالشي مشان ما يتضايق على غيابك. أي منيح أنك أخدته، بس أوعك تأخذ الصبي على المحل مشان ما يبرد بهذا الجو. لا معقول أعمل هيك شي؟ أنتي لا تاكلي هم. فوند عم تنتبه عليه، لو تشوفيه كيف كان عم يلعب. إيه شكرا. أنتي اهتمي بحالك هلا ولا تحطي أي شي ببالك، ماشي؟ بدك جيب لك شي؟ شكرا ما بدي شي. مي أو شي غيره؟ في عندي مي شكرا. طيب خليني جيب لك شي تاكلي. إيه؟ يعني معقول تضلي هيك بدون أكل؟ لا تجيب شي قلباي، أصلا ممنوع يفوت شي لعندي، عن جد ممنوع. مدحت؟ أهلين سيرا. الله يسامحك أنت وياه، بصير تعملوا هيك بقدرية؟ كيف بتسمحوا لحالكم تلعبوا بأحلام المخلوقة؟ شو بصير إذا فتحت محل واشتغلت وطورت حالة يعني؟ تفضل، أنت جاوب على سيران. ليش أنت ما تجاوبني مدحت؟ لأنه ما دخلني بالموضوع، ما وقفت بوش مرت أخي، عملت اللي قال لي عليه أخي وبس، قال لي إنه مرته عنده علم. ها؟ يعني أنت مو مذنب ما هيك؟ لا مرت أخي والله لا، خدي المحل وهي أخي ليكو اسألي. أنا قلت إنه في عندي عرباية ورح أشتغل عليها، بس هو اللي فوتني بهي القصة. كان فيك تسألها يا مدحت، أنت بتعرف قديش تعبت فيه. ليش لا ترد على أخوك؟ آه؟ أنا قلت لك، ما قلت لك رجع أشتغل على العرباية؟ وما رجعت، يعني كنتوا عم تخططوا من ورا ظهري، صح؟ لك لا تخطيط ولا شيء. أنا شو حكيت معك بالبيت؟ مو قلت لك انسي هذا الموضوع ولا تكتري حكي؟ انت ليش مصره؟ ما فهمت. بس اللي عملته كتير عيب. لك ما شفقتوا على هالمره الحامل وعتعبه وهي عم تركض بالوراق؟ خير شو عم يصير هون؟ خير شو صاير يا كنايني؟ عمي انت بتعرف شو عم يعملوا فيني؟ عم يزعجوني انا وولادي الاثنين. نحن مو حاكين بالمحل؟ اه ما اخذت منك موافقه مشان افتح المحل. انا هلا شو بدي اقول لدفنا واوسكا بعد ما املتهم بفتح المحل؟ ليك عمي من الصبح وانا عم بركض بهي الوراق. ليك هاد تسجيل بغرفة التجارة وهي رخصة بهالمصلحة، حتى سجلت دورة طبخ كمان. بس ولادك عم يحاولوا ياخذوا المحل يلي اعطيتني اياه من بين ايدي سرقة. والله انا كنت مفكر انهم عم يساعدوكي بتجهيز المحل. مو هيك عمي، هن بدهم المحل مشان يكبروا الشغل اكثر. صح ابي، رح نكبر المحل انا ومدحت، وان شاء الله من اليوم ورايح بدنا نرجع نشتغل مع بعض. محمود ليش ما استشرتوني قبل؟ أبي بعد ما أنت عطيتني إدارة المحل قلت خلينا نكبر المحل، وين الغلط بهالشي؟ مو هيك أحسن؟ إيه هيك أحسن، يعني الأحسن إنك تلعب بأحلام مرتك ما؟ عمي ليك، وهي المرة المسكينة تركت كل شغلة وركضت معي طول اليوم وما تركتني لخلصته. إيه بس ولادك الاثنين خانوني يا عمي. محمود ابني انت ليش تكسر كلامي؟ ما فهمت لك من وين طلعت بقصة تكبير المحل هلا؟ ابني انا مو حكيت معكم بالموضوع واتفقنا. اسمعني الله يخليك يا ابي، بدك انا نشتغل انا وقدرية جنب بعضنا؟ هي ما بتفهم بهي القصة، شو مفكرة انه الشغل بالمحلات لعبة؟ ابي عم تستخف فيني ما؟ يعني ماني عاجبتك؟ ليه؟ رح ارجع اقولها، رح يكون هالمحل لقدرية طالما جهزت كل هاي التجهيزات وسجلت دورة وطالعت رخصة بدها تشتغل، وانتو الاخوة الاثنين رح ترجعوا تشتغلوا بهذا المحل مثل قبل. مدحت خلاص انت ما عاد لك شغل على العربية، ماشي؟ حاضر ابي. محمود امرك ابي. يسلموا عمي يسلموا. سيارات والله ليكي هاد نصر إلنا صح؟ أنا مالي دخل بالموضوع. سيران تعي. شو؟ تعي لورجيكي. ليكي هلا رح نحط الطاولات هون منيح ما؟ إيه كمان وش زهر فوقن ومعالق وشوات مرتبة وسكاكين. خليل شو جايب لي؟ هدول أدوات للرسم، فكرت بيني وبين حالي وقلت بتكون اشتقتي للرسم. وشلون عرفت أني كتير اشتقت لأرسم معك؟
حلوة كتير هالفكرة خليل، أصلاً عم يضيق خلقي هون طول النهار بهالأوضة لحالي، عن جد اختنقت من الوحدة. إيه بس هدول الرسمات مو كلهم إليك ونحنا بدنا. كيف يعني؟ هلا مو أنت مليتي من الوحدة؟ لو بترسمي تصاميم وأشكال جديدة لطلابك الجداد يلي بلشوا يتعلموا بالورشة. كيف يعني؟ ما عم بفهم عليك. ملك، تحقق حلم جديد من أحلامك، ومشان هيك رح نبلش دورة جديدة مع مديرية التعليم لستات البيوت. عن جد عم تحكي؟ ايه فرحتني كتير بهالخبرية. انت بتعرف قديش كان بدي يصير هالشي وحابة أعمله، وهي الخطوة الأولى بس. الحمد لله، يعني شغل الورشة ماشي كتير منيح مو هيك؟ مو على أساس ما حدا يفوت لعندها؟ إذا لابس اللباس الخاص معناتها عنده إذن، وبعدين ممنوع تجيب شي للمريضة، ليش لتجيبهم؟ كيف يعني عنده إذن؟ ومين بيكون لحتى تسمحوا له يفوت؟ أستاذ أنا عندي شغل كتير وما فيني ضيع وقت معك، لو سمحت روح. ما بدي. لا تصرخ أستاذ، أنت بمشفى، لا تشغل الممرضة، طلع لو سمحت. ما رح روح، فهمت علي؟ لو سمحت تعال، طلع. شوف ابني، أنا اللي رح أنقذ حياة المريضة اللي جوا، عم تفهم؟ بدال ما تعطوني الإذن إلي عم تعطوه إله، عن جد ماني فهمان الشي. شوف رئيس الأطباء، إذا سمح لك تعال، لو سمحت. طيب أنا بعرف مع مين بدي أحكي. تفضل. شو القصة دكتور؟ أنا عم أضحي بروحي مشان تكون ملك بخير وتشفى، وما هيك منعتوني زورة. السيد خليل عاطينه أذن ومسموح يفوت يشوفها ويقعد ويحاكيها، وأنا طليقة ما بيصير؟ إيه نحن بنقبل بزيارات خاصة وبنعطي إذن على حسب حاجة المريضة، مو أي حدا بيزورها مشان ما يكون في خطر على حياتها. خطر ما؟ أنا اللي رح خاطر ونام 5 أيام بالمشفى من شانها، يعني بعد العملية تسمحوا لي يفوت شوفها؟ ما عم بفهم عليك. ما فهمت علي لهلأ، أنا المتبرع. ما بعرف إذا كنت متبرع لغير مريض، بس مو أنت المتبرع لست ملك. ما فهمت كيف يعني؟ بس مو زبطت التحاليل؟ هي خبروني. ايه طبعاً أنت فيك تتبرع للشخص المناسب، بس أنا اللي شفت نتيجة تحاليلك ما أنا مطابقة. بس الدكتورة اللي بالمخبر قالت لي التحاليل كتير منيحة، قالت إنه فيني اتبرع، وخلتني وقع كتير وراق كمان، وكمان قالت هدول مشان البنك. هلأ فهمتك سيد الباي. ليك انت قبلوك كمتبرع عام، حكيك مزبوط، يعني ممكن يحتاجوك بس ما إلك علاقة بملك. طيب بس التا حدا يتبرع مو؟ ايه. مين هو؟ مستحيل خبرك باسمه. نسيت انه هالشي سر كتير عندكم، وحتى ملك ما رح تعرف صح؟ ما رح تعرف، هاي القوانين. طيب شكراً لك، يعطيك العافية كمان. Thank you.
معلم، المحامي حل موضوع الطابو، المحل صار باسم زينال. حلو كتير. خدها أعطيها لست الفيلدان بدون ما حدا يشوفك، فهمت؟ وبتلاقيها بالورشة هلا، بتسلمها إياها وهي طالعة وهي فايتة تتصرف. اوعى حدا يشوفك من الورشة، انتبه. بأمرك، لا تاكل هم. ما بعرف إذا كنت متبرع لغير مريض، بس مو أنت المتبرع للست ملك. إنك تبطل خناق بالسوق مع الرايح والجاي، يعني ما بدي اياك تقرب على عيلة أب محمود أو أب خليل أبداً. خليك بحالك واهتم بعيلتك وحياتك وبعد عن الشر، ورح تترك ملك وخليل بحاله. ملك بتكون أم ولادك وبس، ما بتعني لك شي تاني. خليل وملك رح يشقوا طريقهم وياخدوا بعض، أما عمر كله فترة ويرجع لوعيه ويتزوج بنتك، وبظن هيك تنتهي المشاكل. قبل 20 سنة قدرت فرقهم، لهيك ما رح اسمح لهم يرجعوا يجتمعوا هلا. خليل، شو عم تساوي هون؟ لك مريض؟ تعرف اني جاي لهون كرمال ملك. لازم نحكي شوي بخصوص ملك. ايه بنحكي. شو القصة؟ هات لنشوف. اهدى ولا تعصب فورا. وانا كمان بدي مالك تخلص من هالمرض وترتاح. هي ام ولادي، وما بدي اياهم يزعلوا عليها. ماشي؟ ايه. حياة ملك هلا بين ايدي. شلون هاي بقى؟ رح اقول لك. خلينا نروح على مكان هادي ونحكي سوا، ماشي؟ تفضل. يلا. لك لما اشوف تصرفات هالولاد بصير بقول بيني وبين حالي، هدول عم يقسمون الورثه ولا عم يحافظوا على شغلي؟ ما عم افهم والله. هلا مبين محمود ما بده هالشغله. ايه مزبوط حكيك، بس انا اعطيت المحل لقدريه لتشتغل، كمان محمود في معه حق. ما عم افهم من ايمتى بتفهم قدريه بالتجاره وشغل المحلات؟ المخلوقه تحمست وحابه تشتغل، كلياتنا موجودين معها هنيك، ومحمود ومدحت بيخلوا عينهم عليها وهيك بيمشي حاله بتنجح. ما شفت المخلوقه كيف صارت تبكي؟ لا تزعلوها للبنت. مزبوط كلامك اخي. بدي روح من هون على المشفى، خليني ارفع لها معنوياتها. الله يقدرني وضل واقف حدها، هي بحاجتنا وبدها حدا يدعمها. تيجي معي؟ على شو عم تطلع؟ تعال اقول لك شو رح نعمل هلا. ابو خليل عم نحكي عن ملك، هي مو قدريه لحتى تحب الذهب والاساور. لك هلا تعال عندي. تعال. الحياه غريبه كثير، ما هيك؟ يعني قبل سنين تغيرت حياه ملك وتركتني واجت لهون، وهلا رجع وارتبط مصيره فيي. عن جد هالكون غريب وما فينا نفهمه. يعني ما بيصير كل شيء صدفة. هلا اتركنا من هالحكي وقلي ليش جبتني لهون. خليل وينه صبرك؟ على كل حال ما بدي اياك تخاف على ملك بنوب، رح اطيب. والحل عندي كمان. انت شو عم بتخبص؟ ها؟ ليش من ايمتى ساعدت حدا لتساعد ملك؟ أنا المتبرع على ملك. ليك مو وقت هذا الحكي الفاضي، عيب عليك. طلع فيني، أنا عم بحكي جد خليل. وإذا رحت وسألت بالمشفى لحتى تتأكد من كلامي، رح يعرفوا ببنك الأعضاء ورح يخرب كل الموضوع. وإذا بدك تخاطر تصفل، بس إذا صدقتني. ما حصدق، بعرفك منيح قديش كذاب. والله إذا بدك صدق، وإذا بدك لا تصدق، أنت حر.
رح أتعامل بإنسانية وما رح أرميها لملك. فكر من هلأ للمساء ماشي؟ إذا صدقت كلامي تعال نحكي بالباقي. أنا هلأ بدي روح على المشفى ونام هنيك وأنا مرتاح البال، وإذا ما صدقتني هي بترجع لك. وقتها أنا رح أتراجع عن التبرع وأنتوا بتروحوا بتدوروا على متبرع جديد. طبعاً إذا كان وضعه بيتحمل تستنوا أكتر. لو قايلة إنك جاية على الورشة كنت زبطت شغلي على هالأساس، كان فيك تتصلي فيني. ليش انتو شو عندكم شغل بالورشة بنتي غير هالكم طالب اللي عم يتعلموا؟ حرام عليكم طول النهار قاعدة لحالي بهالبيت، شو بصير إذا طلعنا؟ شوفي ما أحلانا أنا وياكي. ايه معلم، ادريس عطيت الرسالة للست فيلدان؟ عطيت اياها قبل شوي. كيف قبل شوي؟ ما فهمت، ولا هي هون بالسوق؟ يا معلم قبل شوي يعني من نص ساعة او اكتر، كانت ماشية لحالها فرحت وقربت لعندها وعطيت اياها. انت متأكد انه كانت لحالها؟ ايه معلم، لا تأكل هم. ايه منيح. الست فيلدان الغالي، وصلت رسالتك وصدقيني فرحتيني كتير. رح ضل هون ورح استنى اليوم اللي رح تقرري تحكي معي فيه وانتي مرتاحة. اعتذرت من خليل كمان، بعدين طمني قلبك لأنه ما بقى رح ازعجك بنوبلة حتى يجي هداك اليوم اللي رح التقى فيه معك، وما رح احكي لحدا عن اللي بيناتنا. ساقي فيني لو سمحتي، انتي بس قليلي انك موافقة وانا وقتها مستعد احرق الدنيا كلها من شانك، وبعدين رح احكي لك ولعيتك عن كل المشاكل اللي صارت ونحطت بظهري من لما اجيت. خلي بالك بتطمن من ناحيتي. احترامي كينان. خالة فوندا، انت شو عم تقري؟ انا عم بقرا قصة الحب الاعمى. شو؟ كيف يعني اعمى؟ يعني الحب ما بيشوف؟ لا يا حياتي ما بيشوف، وصاحبه ما بيشوف. عن جد؟ حط لك قطعة جاتو كمان؟ ايه خد. صحة وهنا. نلف ونرجع؟ اي مو مشكلة على راحتك. يا عالم شي حدا يطلب اسعاف، ما في دكتور هون، ما عم يتنفس. لا بوم. عمر بعده هيك؟ انا دكتور. ها اجى الدكتور شباب. بعدوله بعدوله الدكتور بيتصرف. يسلموا ايديك يا ابني. عمر ما عم يجي لهون؟ بلا بيجي. مع مين عم يجي؟ عم يجي مع ضيفتكن ومو دايما. مع كل شات؟ ايه اللي عندكن. والتاني عم تجي؟ دفنا؟ تجيب لنا مي لو سمحت. تكرمي. الله يسامحك، لو بعرفك جاية تسألي عن عمر ودفنا ما كنا اجينا على المحل. لو سألتيني كنت انا قلت لك وينهن هلا. وهي عرفتي قولي. هنن بهالفتي. ليش مطلع مع كل شات؟ راح هو وياها ودفنا لهونيك. حتى لو عمر ما تذكرها راح يحبها من جديد إن شاء الله، لأنه الحب يلي بقلب ابني كان صادق. وانتي مرت عمي يا ريت تحترمي مشاعره وتنسي هالكره يلي بقلبك.
عيني عليك. برافو عليك والله. الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيك العافية. ألف الحمد لله. يسلم إيديك يا دكتور. يلا خلونا ناخده على المشفى يا شباب. يلا يلا. يلا. الله يرضى عليك يا دكتور. وأخيرا صحيح. الحمد لله. الله يخليك يا دكتور. شكرا لك. شكرا لك. الله يوفقك يا رب. والله ما أقصر. يلا يا شباب. يلا بسرعة. مو على بهالقوة. الله يطول عمرك يا دكتور. شوي شوي ابني. على ما شوي على ما على ما الحمد لله. الحمد لله دكتور. الحمد لله على سلامة. اي والله الحمد لله على سلامة ان شاء الله. يلا الحمد لله رب العالمين. حاسس هلا دخيلك يا رب. اي والله الحمد لله. الحمد لله. اي والله منيح اللي صحي. عمر انت انقذت الشاب، ركضت وانت عم تقول انا دكتور وتذكرت شغلك. نحن حكينا مع المتبرع، اول ما يجي على المشفى رح نحطه بغرفه ورح نجهزه للعمليه. اصلا اليوم مبين انه وضعك منيح. طيب عفوا، المتبرع اكد انه رح يجي، مو هيك دكتور؟ يعني ما رح يصير شيء باخر لحظه؟ والله من النادر انه يتراجع المتبرع وما صارت معي. ما بظن انه يصير معك هيك شيء بنوب، بس لازم تكوني جاهزه كمان. مرات بتطلع مشكله صحيه عند المتبرع باخر لحظه وبنضطر ناجل العمليه. وانا متفائله كثير، نحن وصلنا للنهايه. ان شاء الله ما يصير شيء معنا. بالي مرتاح دكتور. رح خلي الممرضات يجهزوا غرفة المتبرع وراجع لهون. تمام. دكتور فيني احكي شوي معك؟ ايه تفضل. في مشكلة شي بالمتبرع؟ لا هلأ لا، بس هو لازم يجي وينام بالمشفى اليوم. بس انا ما قلت هذا الحكي لملك مشان ما تفقد الامل. هلأ رايح لعند الممرضة مشان تحكي مع المتبرع وتأكد له. طيب مين هو اللي رح يتبرع؟ ما فيني أعطيك معلومات أبداً، هي القوانين، وإذا قلنا مين بيكون تلتغي عمليتكم. ما فهمت. أنا قبل شوي سمعت حكيكم أنت وملك، والمتبرع ممكن يتراجع بآخر لحظة؟ والله بتصير مرات، لأنه تطوع، مشان هيك بيكون المتبرع سري. إذا عرفتوا مين المتبرع رح تروحوا لعنده وتحاسبوه على عملته، لأنه بيكون أمل المريض على الفاضي. فهمت. شوف سعيد علي، لك مو ملك وخليل أخذوا إذن منا للجازة ونحن وافقنا، ليش بدك تستنى لبعدين؟ أبو خليل، ملك بالمشفى هلأ وحالتها. والله أنا مشان هيك عم صر عليك، خلينا نرفع معنويات البنت قبل ما تفوت على العملية. لك مو أنت قلت إنها بحاجة لدعمنا؟ إيه مزبوط. استنوا 20 سنة، بلا ما يستنوا أكتر من هيك. رح خلي خليل يجي على المشفى ونلبسهم الخواتم. شو؟ وإن شاء الله بس تطلع ملك من المستشفى بخير وسلامة فوراً نعمل العرس. لك شو بدي أقول بعد كل اللي قلته؟ والله ماني عرفان، غمرتني بفضلك. لا تحكي شيء، لا تخليني أبكي. هلا الناس بيقولوا شو بهم هدول عم يبكوا مثل الأولاد الصغار. لا تحكي. عم تقول له لخليل مشغول؟ لك خلص بقى، لا تبكي، قوم يلا خلينا نخبرها لهالمسكينة. قوم يلا. شبهنا. انت لا تبكي. ما عم ابكي، طلع على حالك. انا ما عاد بكيت. عن جد؟ لكن شو هذا اللي نازل من عيونك؟ وقف بقى. ابو خليل خليك بحالك. ها شو عالي دفتر ملاحظات لأحفظ كل هدول الغلط حبيبتي؟ ايه بعتي لي رسالة فيهم. ماشي؟ طيب قلبي، ممكن تسكري لأني عم استنى اتصال كتير مهم؟ ما تحملت يا خليل مهيك؟
خير أخي، مبين عم تضحك. لا ولا شيء، بس تذكرت نكتة. رجع المعلم كتب للست فيلدان، بس لما ما رديت عليه. تركني هلأ من معلمك كنان ومن أخباره كمان، عنا شغل أهم من هيك. ليك يمكن اختفي شغلة 5 أيام. كيف يعني؟ هو هيك، هلأ لاقي لي شي حل فوراً. ماشي؟ لازم كنان وفوندا ما يشكوا بشي ولا يعرفوا شي. كيف رح يصير هالشي؟ أدريس ما بعرف، نقول رايحين على مزاد باسطنبول. إذا كنان سأل عن هالشي رح ننفضح. خير أخي، أنت ليش بدك تختفي؟ صاير معك شي؟ لا، في عمل خير بس. يلا أنت حلها واتصل فيني. شو فكرت؟ أهلين مدرب كرم. اليوم طلع القرار، بدي إياك تضل تدعي لعمك أبو خليل وجدك. يعني سامحتوني؟ لا ابني، أنت رح تتعاقب لأنك عملت هالشي ضمن الفريق. طيب مدرب، أنا رضيان أتعاقب، رضيان كتير. بكرة تعال النادي واعتذر من اللجنة ومن الرئيس. طيب بس أنا ما تقلعت من الفريق، ما هيك؟ لساتني بالفريق. إذن عقاب. جاهز مدرب؟ ايه حلو ابني، سلم لي على جدك وعلى عمك ابو خليل. ايه طيب مدرب. ما تقلعت، رح اتعاقب. ما تقلعت ما تقلعت. رجعت على الفريق. رح العب، رح أرجع الفريق. 5 أيام مشان يريح راسه، يكون بمكان بعيد عن الناس. ماشي؟ طيب بس لا يعطيني خبر. الله معك. خير معلمي، الباي طلب شغلة وكنت عم حلها. شغلة شو؟ بنتي بابا وعمو جمالي كمان. والله منظركم بيضحك، بس طالعين بتاخدوا العقل سوا. ليك اليوم طلبوا أبو خليل مشان يطلع على الفضاء، بعد شوي رح يروح. ايه بس أنا ما بروح على الفضاء ولا على القبر بدونك. ها ايه لك، أنا أصلاً مو لازم من فوق غير 2 رواد فضاء يكونوا عنتبية. كيف صحتك بنتي؟ صحتي منيحة اطمن، وكتير منيحة. بس أنتوا كيف أخدتوا إذن؟ ما بتعرفي أبوكي قديش محتار؟ رمى حاله على الأرض قدام الكل وقعد يبكي ويقول ما بروح من هون قبل ما أشوف بنتي واطمن عليها. لا اوعك تردي عليه يا بنتي، ترجيت الممرضة لا تفوتنا. ملك، نحن قديش بدنا نتحمل لتتجوزوا لسا؟ عمو أبو خليل بترجاك لا تحكي هيك، عم تخجلني. ليكي لا تخجلي، من يوم ورايح انتي كنتي. شو هاي؟ افتحي شوفي بعينك. وبس يجي خليل تلبسوا الخواتم. ما هيك أخي؟ إيه راح تلبسهم.
الباي. أهلين خليل. قلت لك من الأول أنا صادق باللي قلته، فلا شو عم تفكر على الفاضي وضيع هالوقت؟ طيب ماشي، احكي شو اللي بدك إياه. شو بدي يا ترى؟ شو بدي أطلب؟ الباي احكي منيح لشوف، عم تفهم؟ شوف، بلا ما تلمسني أحسن لك، وإلا رح يتأجل النقل، خليني بصحتي أحسن. طيب احكي شو بدك مني؟ مستعد أعطيك روحي. العمى، شو هالحب هاد؟ والله دمعت عيوني عليك. في حدا بيحب وحدة كل هالقد؟ مستعد تموت كمان؟ ها؟ لا تشغل بالك بأمور ما بتفهم فيها، قلي شو بدك هلأ وخلصني، بدي أعرف شو بدك مقابل حياة ملك. نيتك تتزوج معيك؟ الكل بيعرفه، بس مستحيل يصير هالشي وأنا عايش، فهمت؟ ولهيك رح تكون بعيد عنا. الباي، أنت تزوجت ورح يجيك صبي، شو بدك فيني؟ وشو دخلك بملك؟ أه؟ ليش واقف بطريقنا؟ أنا مشكلتي ما أنا ملك، أنا راضيان تتجوز أي حدا وتأسس حياتي جديدة، بس مو أنت. حتى بروح على عرس وبفرح لك كتير، ويمكن أرقص بعرسة، بس أنا مشكلتي معك. أنا؟ هو ليش بقى؟ لأنه إذا أنت تجوزت ملك، أولادي رح يصيروا بعاد عني، رح تفوت بيني وبينهم، وبصير أولادي يكرهوني، وأنا ما رح أسمح لك أبداً. عم تفهم؟ ما رح تأخذ أي شيء بخصني شو ما صار. بس مو أنا سبب المشكلة اللي بينك وبين أولادك، أنت السبب، غلطت كتير بحقهم، ولهيك ما عاد وثقوا فيك، ولا بيحبوا يكونوا معك وبعدوا عنك. 20 سنة وما فهمت يا ألباي؟ آه؟ فكرت شي ليش وصلتوا لهالوضع؟ مو أنت يلي خربت حياة الكل؟ هدول أولادي أنا، وأنت ما لك علاقة بالمشاكل اللي بيننا. هلأ منيجي على ملك، إذا أنا اللي كنت السبب بمشاكلها، اليوم رح روح وانقذها، بس أنت اللي رح تدفع الثمن وقت بتبعد عنا. موافق؟ يعني ما بتجوز ملك؟ إيه بس هيك ما بيكفي. ليش ما بيكفي؟ أعطيك روحي لحتى تنبسط؟ هاي خليها لك. شوف أنا هلأ لازم أمن على حالي منكن يا سيد خليل، يعني أنا شلون بعرف إذا رح تتجوز ملك ولا لا بعد ما أطيب؟ يعني والله شو بدي أقول لك، ماني عارفة. أنا لازم أتأكد قبل ما أفوت على العملية. بس أنا كلمتي طابه سيد ألباي، يعني شو بدك ضمان مني أكتر من هيك؟ شوف خليل، بتوقع على هي وفيك تقراها، أنا بلخص لك ياها. يعني اللي مكتوب فيها باختصار إنه إذا تجوزت ملك رداغ بعد ما تطيب، رح تعطي المحل والقصر لألباي يلدرين بعشرة والباقي، بس هدول إجراءات مو أكتر، فهمت؟ اتفضل. يعني إذا قبلت بهي الورقة ووقعتها وما تجوزتها لملك، وقتها ما رح تفوت بمشاكل معي. بس شوف، إذا تراجعت عن حكيك، وقتها مو بس أنت يا خليل، عيلتك كلها رح توقع بالمشاكل. شو قلت؟